إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره بعض الأمور لكنك لو اطلعت على الغيب لفرحت بها. يوسف عليه السلام يخرج من حضن أبيه وأمه وهو صغير ويجذب من بين يدي والده بحيلة، ثم يذهب به إخوانه ويتلتلونه بين هؤلاء الإخوة الكبار ويتآمرون عليه ماذا نفعل به، حتى أخذوه وألقوه في الجب. ولك أن تتخيل هذا الصبي الصغير وهو ملقا في الجب على هذا الحال بين عقارب وحيات وفي فزع من ظلمة هذا الجب، وهو لا يعلم أن الله تعالى خبأ له في الغيب أمورا لو علمها لفرح بهذه المصيبة. وإذا به يخرج من الجب ثم يصبح بعد ذلك عزيزا في مصر، ويصبح سيدا من ساداتها ووزيرا من وزرائها وكبيرا من كبارها، ويدخل أهل مصر في الإسلام بسبب يوسف عليه السلام، ويكون هذه المصيبة التي نزلت عليه هي فتح باب في دخول الناس في الإسلام وفي حفظ اقتصاد بلد كامل بسبب وقوعه في هذا الجب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولما ذكر الله تعالى حال يعقوب عليه السلام وكيف أنه وجد من الحزن في قلبه ما وجد على فراق ولده يوسف، ثم اشتد الحزن عليه بعد ذلك لما فارق ولده بنيامين وصارت مصيبة تتبعها مصيبة، ومع ذلك لما أقبل إليه أولاده أقبلوا في المرة الأولى وقالوا عن يوسف أكله الذئب، ثم أقبلوا في المرة الثانية وقالوا عن ولده الثاني الذي كان يشم فيه رائحة ولده الأول ويتصبر بالنظر إليه، قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فلما رأى أن المصائب تتوالى أحسن الظن بالله وأن الله تعالى أرحم بي من أبي وأمي ومن الناس أجمعين، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الليل إذا اشتدت ظلمته اقترب الفجر، وأن القيد إذا اشتد عليك خف بعد ذلك، فقال لأبنائه لما قالوا إن ابنك الآخر لن يرجع إليك أيضا، خلاص أصبح عبدا مملوكا في مصر لأنه سرق من متاعهم، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يوسف الذي فقدته قبل 40 سنة، اذهبوا فتحسسوا لعلكم تجدونه في مصر، وأخوه الذي فقدته قبل أيام اذهبوا فتحسسوا وابحثوا عنه، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا عن يوسف من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، الله يخبئ لكم في الغيب ما لو علمتموه لفرحتم بهذه المصيبة، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كم من مصيبة أيها الإخوة الكرام نزلت بالعبد أو بلاء نزل به وهو لا يعلم أن في هذا خير له، إن خيرا في الدنيا يكف الله تعالى عنه شرورا، وإن خيرا في الآخرة من أجر عظيم يلقاه يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء ودوا لو أن جلودهم قرضت من مقاريض، يعني في الدنيا، حتى يرفع الله تعالى قدرهم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وأذكر من الحوادث الواقعية ما أبلغني به بعض الأصدقاء أن رجلا كان مستواه المادي ضعيفا وله زوجة وطفل أو طفلان ويسكن في بيت صغير، وكلما جاء موعد الإيجار اشتد عليه هذا، فاقترح عليه بعضهم أن يبحث عن عمل إضافي، فصار يعمل معقبا، يعني يأتي إلى بعض الناس ينهي له أوراقه في الجوازات أو في المرور وما شابه ذلك. فتعرف في أثناء ذلك على أسرة توفي أبوهم وترك شبابا وفتيات، وصار ينهي لهم أوراقهم في المحكمة،
وتركز عمله مع إحدى الفتيات تعطيه أوراقها وينهي أوراقها بكل عفة وكل أدب. فلما رأى إخوانها أدبه وخلقه وحسن تعامله عرضوا عليه أن يزوجوه أختهم، فقال: أنا رجل فقير وأنتم قوم أغنياء، وأنا رجل متزوج. فأقنعوه حتى تزوج ابنتهم واستأجرت له بيتا وسكنت، وصار يأتيها ويأتي زوجته الأولى. فغضبت الزوجة الأولى وطلبت منه أن يطلق تلك وقاطعته وذهبت إلى أهلها وصارت ترسل الرسائل إليه وإلى زوجته تلك تريد أن تفرق بينهما وتسبها بأعظم وأقذع السباب. وتلك الفتاة تغير في كل يوم رقمها حتى تتقي هذه المشاكل. وقاطعته زوجته الأولى قرابة السنة ونصف عند أهلها وقد أصرت أن يطلق تلك المرأة. وفي يوم ذهب مع تلك المرأة الثانية، ذهب معها إلى مدينة مجاورة، وفي أثناء رجوعهما وقع لهما حادث وتوفيت تلك المرأة مباشرة، فورثها هو لأنه بقي حيا لكنه مصاب في قسم الإنعاش بين الحياة والموت، لكنه لم يمت فورثها. ثم بقي أسبوعين في المستشفى وتوفي، وورثته زوجته وأبناؤه. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لو علمت تلك المرأة التي قاطعته وغضبت وحصل منها ما حصل، لو علمت أن الله قد خبأ لها في الغيب من المال الوفير ومن الحياة ومن البيت الواسع وما شابه ذلك، لو علمت أن الله خبأ هذا لها في الغيب لما وقع في قلبها ما وقع عليه من هذا الاعتراض على زواجه، مع أنه شرعا يجوز له أن يتزوج. لكني أورد هذا مثالا أيها المسلمون لأجل أن يرضى العبد بأقدار الله تعالى التي يجريها عليه، وأن الله جل وعلا يجري لك من الخير أمورا لو علمتها لرقصت بذلك فرحا. ومن الحوادث الواقعية أيضا أن رجلا أيضا تزوج امرأة أخرى وكانت زوجته الأولى لا تحمل ولا تلد وقد بقيت معه سنوات، فتزوج امرأة أخرى من بلد آخر وجاء بها، فلم يلبث أن رزق منها بصبي صغير كأنه فلقة من قمر. فأراد أن يسافر مع زوجته تلك إلى العمرة وأخذ الولد الصغير ووضعه عند زوجته الأولى لتحفظه في البيت وهو يذهب مع زوجته. ففي لحظة من اللحظات وهذا الصبي يلعب عندها اقترب من المدفأة، تقول: فتركته يقترب منها يحبو إليها، أقول من شدة ما في نفسها من غيظ على تلك المرأة وعلى أنها ولدت وهي لم تلد، قالت: لعله أن يحترق وأرتاح. فوضع الصبي يده عليها وبدأت تتآكل وصرخ وأقبل إليها البيت وأقبلت معه وحملته، لكن يده بدأ فيها التآكل واحترق كثير منها. أما زوجها وزوجته فوقع لهما حادث أيضا وتوفي، وصارت هذه المرأة هي التي تربي هذا الصبي، وكبر هذا الصبي وصار هو الذي يعتني بها ويقوم على شؤونها، ولا يعرف إلا أن يناديها: يا أمي يا أمي. وهي كلما رأت يده تجدد في قلبها الحزن على ذلك التفريط، بل على ذلك الفعل الذي تعمدت أن يقع عليه. والله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أحيانا يضيق على الإنسان في أمر، أو تفوته تجارة، أو يفوته خير كان يخطط إليه، فارض بما قسم الله لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فالله تعالى هو الذي قسم وهو أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا اليقين وأن يوسع علينا وعليكم جميعا بالخير.
قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل خير من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن رحمة الله بالعبد أنه حتى إذا ابتلاه بالمصيبة يخففها عليه. قال الله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم لأتعبكم. ذكروا أن عروة بن الزبير وقعت في رجله الآكلة الغرغرينة، فقيل له: نقطع رجلك. فقطعوا رجله، فقال: اللهم لك الحمد. قالوا: تحمده على مصيبة؟ قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: بل أقول: اللهم لك الحمد، أعطيتني أربعة أطراف، يدين ورجلين، فأخذت طرفا واحدا وأبقيت ثلاثة، لك الحمد أنك ما أخذت ثلاثة وأبقيت واحدا، أنت يا ربي أحسنت إلي بهذا، كيف لو أخذت رجلين أو أخذت رجلين ويد؟ ثم توفي أحد أولاده فقال: اللهم لك الحمد، أعطيتني أربعة أولاد وأخذت واحدا، لك الحمد يا ربي أنك ما أخذت الثلاثة وأبقيت أخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلك الحمد إذ لم تأخذ ثلاثة وتبقي واحدا. ولو شاء الله لأعنتكم، لو مرض ولدك، لو شاء الله لأعنتك، لا شدد المرض عليه. ولد لك ولد مصاب بمشكلة في القلب، لو شاء الله لأعنتك، لجعل المصيبة في القلب وفي الدماغ أيضا، لكن الله خفف عليك. أصبت بحادث في سيارتك وكلفك 5000، لو شاء الله لأعنتك، لجعل الحادث 10000 وليست 5. جاءك ولدك قال: يا أبي، السيارة صدمت بها وانتهت تماما، الآن لا تباع ولا بريال، لو شاء الله لأعنتك، ولجعل ولدك مصابا معاقا عندك طول عمره لمدة 30 و40 سنة بالأجهزة والممرضين والممرضات. احمد الله أن الله سلمه. دائما تأمل، إذا نزلت بك المصيبة تأمل رحمة الله قبل أن تتأمل بلاءه. تذكر أن الله تعالى يحسن إليك ويرحمك حتى وهو يبتليك. ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله لشدد عليكم. ومن الذي يمنع سبحانه؟ من الذي يمنع بلاءه إذا أنزله؟ من الذي يمنعه؟ لا يؤتيك الخير ولا يمنع عنك الشر إلا هو سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لأعنتكم. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من المصائب والبلايا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يشملنا وإياكم برحمته وفضله ورضوانه وإحسانه وعظيم كرمه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم انصر بينهم الحق والخير يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين، اللهم احفظ جنودنا على الحدود كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم مكن للحق وأهله بينهم، واجمع على الخير والهدى كلمتهم، ورد عنهم كل شر وبلية يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وسع على أهلنا في كل أرض من أرضك، اللهم وسع على أهلنا في كل أرض من أرضك، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم وسع أرزاقهم، واقض ديونهم، وكلهم معينا وهاديا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء،
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم أحيي بها العباد والبلاد، اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك أن توفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.